خلق فرص للأهلي لكنه لم يتمكن من زيادة شباك الشباب اللي تعملق على مستوى التنظيم الدفاعي. احنا تكلمنا قبل المباراة على تنظيم فريق بلوزداد، ولكن الأهلي جيد، الأهلي كويس، منتشر كويس، بيوصل للمرمى، ولكن المشكلة الأزلية إضاعة الفرص، وده أنا أخاف إن هو يولد أزمة عدم ثقة عند اللعيبة قدام المرمى. يا مان أكتر من 4-5 أهداف محققة النهاردة، مباراة مدياما حصل نفس الموقف، يانج أفريكانز نفس الموقف، النهاردة المباراة الثالثة على التوالي، وقبلهم المباراة بتاعة الدوري السوبر سيطرة بلا فاعلية على المرمى وبلا إحراز أهداف. مشكلة كبيرة عند النادي الأهلي، وده اللي بيولد الضغط، ده اللي بيعمل وبيخلق مشاكل، ويخلق مشاكل للعيبة، بقى في عصبية وفي انفعال، إنما لابد ليها وهيجي لها حل. فممكن التغييرات اللي هتنزل الشوط الثاني يبقى ليها دور في نقطة الفاعلية دي، خاصة نقطة التسديد. تسديد مع الفرص اللي ظهرت للنادي الأهلي في الشوط الأول ممكن يبقى سلاح مهم في دكة البدلاء. أكتر من عنصر عنده نقطة التسديد دي كويسة، زي إمام، زي ما تكلمنا، زي عمرو السولية. فالنادي الأهلي حاول الشوط الأول، وصل لمرمى الفريق الجزائري أكتر من 3-4 مرات، ولكن زي ما قلت لك اللمسة الأخيرة وهي الفاعلية مش موجودة عند الفريق، إضاعت فرص كتير. أما هل اللاعب بيفكر مرة واثنين وثلاثة في الكورة؟ لابد ان اللاعب في اللحظه دي يكون حاسم في قراره، قصدي مش مسؤول المدرب، انما ما يفكرش في اكتر مره. زي الكره اللي جت لكهربا مهند اللي هي خبطت في ارجل اللاعبين دي وقعت قدامه، حسيت انه عايز يلعب بطن رجله، حسيت انه عايز يشوط بوش رجله، يعني قراراته غريبه جدا. اغلب اللعيبه نفس النقطه، انما الاهلي على مستوى الانتشار افضل، على مستوى نقل الكوره افضل، قريبين من بعض، بيضغطوا على الفريق الجزائري بشكل كويس. يمكن الفريق الجزائري شباب الوزاد خلق فرصه واحده من عرضيه. رفيق، اعتقد ماركوس باكيتا يرضيه اداء الشباب في الشوط الاول، ترضيه نتيجه على اقل تقدير، على امل ان الشوط الثاني من كره ثابته هجمه مرتده. وسؤالي بعد تقييمك وقراءتك للشوط الاول، هل في عناصر قد يرتكز عليها ماركوس باكيتا خصوصا فيما يتعلق بالكره الثابته؟ اتفق معك. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الكابتن وائل الأباني بيشتكي من ضياع الفرص، بيشتكي من سهوله ان مهاجمين النادي الاهلي ما بتستغلش النص فرصه، لا ما بتستغلش الفرصه والاثنين والثلاثه، ده كان بيريح النادي الاهلي. طب ده ايه علاقته بالنتيجه؟ ما هو ده بيأثر على النتيجه. طب ايه علاقته بالمدرب؟ يعني ضياع فرصه اللاعب قدام المرمى دي المدرب ليه علاقه بيها؟ ما هو التعادل بيشيله مارسيل كولر، هو حظه حلو ليه؟ لان عندك انت ميدياما ويانجي افريكا اتعادلوا، فاكني ما الجوله ما اتلعبتش، الاهلي اول تمام، لكن انت الظروف مش هتساعدك على طول، انت لازم تاكل بيدك تشبع، وده اللي كنا بنقوله، لازم تغتنم الفرصه ولازم تشد حيلك كنادي اهلي اكتر من كده. النادي الاهلي في الشوط الثاني كان يعني ايه مش موجود، مباراة على ملعبك، يعني وجود النادي الاهلي مش ده، النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بص للنادي الاهلي، النادي الاهلي ان هو فريق عملاق، فريق كبير. فماتش شباب بلوزداد النهارده النادي الاهلي يعني استحواذ بلا فاعليه في الشوط الاول، بنضيع فرص سهله، لكن الشوط الثاني الاهلي مش موجود من دقيقه 70، ده انت طمعت شباب بلوزداد فيه. ودي طبعا كانت تغييرات وفي حاجه بتدور في النادي الاهلي مش طبيعيه داخل الفرقه، داخل اوضه اللبس، روح النادي الاهلي مش موجوده. النادي الاهلي بقى له بتاع 5 ماتشات ما كسبش بجد، تعادل في افريقيا وتعادل في الدوري، ايه اللي بيحصل ده؟ هل ده يشيله مارسيل كولر؟ مراه على ملعبه مع الجمهور، فلازم تنزل دايس، لازم من اول دقيقه، لازم اللي بيضيع الفرص ده يحاسب، لازم تبقى اشرس من كده كمدير فني للنادي الاهلي زي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات انت اكلت الناس كلها الطعم، والناس كله قال لك
ثعلب الغدار المكار مارسيل كولر السنة دي، ولا ثعلب ولا أسد ولا أي حاجة من الناس اللي يعني اللي أنت وريتهولنا السنة اللي فاتت. غياب تركيز، غياب قلة مراكز، أكرم توفيق بره، أحمد عبد القادر، كريم نيدفيد، صلاح محسن جاي في وما شاف إيه، أنطوني موديس تصرفاته قرارات غريبة. أسمع رأيك في الكومنتات، ورب الحلقة تكون عجبتكم. دايما كل جديد على قهوة الخواجة، تحياتي أحمد الخواجة.